تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة خاصة ومميزة لبرنامج من أربيل، نغطي خلالها أبرز الأحداث في إقليم كردستان لعام 2017، وهو عام حمل في طياته العديد من التطورات لم يشهد لها الإقليم وربما لن تتكرر. رندوم لدستي منو حزب كونو هموي درشوا كوتوتا دستي ايوا إذن بعيدا عن التسلسل الزمني نبدأ مع أبرز حدث لعام 2017 في إقليم كردستان، وهو قرار الاستفتاء على استقلاله عن العراق والذي غير وجه الواقع ولم يكن متوقعا لدى شعب كردستان العراق. كان ذلك في 7 مايو حزيران الماضي عندما اجتمعت 16 حزبا سياسيا في أقليم كردستان برئاسة السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحددت بالإجماع 25 سبتمبر أيلول الماضي موعدا لإجراء الاستفتاء على استقلال أقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها عن العراق. القيادة الكردستانية مؤخرا اتخذت سلسلة من القرارات التاريخية والمصيرية، قرار إجراء الاستفتاء خلال هذا العام، بعدين تحديد الموعد في 25 أيلول من هذه السنة، ثالثا وهذا القرار الأكبر هو مقترحات لتفعيل البرلمان الكردستاني. تسارعت الخطوات من قبل أحزاب السلطة في أقليم كردستان وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل إجراء الاستفتاء في موعده المقرر، على الرغم من الرفض الدولي والأقليمي ومن بغداد التي لا سيادة لها على الأقليم، ودعت كل من إيران وتركيا إلى التراجع عن هذا القرار الذي يؤثر على أمنهما القومي. هم وبكل صراحة قالوا لنا بأنه نحن كإيران نرفض الاستفتاء ولا يمكن أن نقبله لأنه يضر أمن المنطقة ويضر العلاقة الكردية والإيرانية. في غضون ذلك تشكلت جبهة شعبية خارج الأحزاب السياسية المألوفة في أقليم كردستان ورفعت شعار كلا للاستفتاء علنا، فيما انشغلت مفوضية الانتخابات والاستفتاء بالتحضيرات ليوم التصويت، وكلما كان الموعد يقترب تزداد الزيارات الدبلوماسية الدولية لإقناع القيادة الكردستانية للعدول عن القرار. احنا في حراك كلا حاليا نعتقد بان هذه الاستفتاء ونتائجها لا يعود لصالح شعب الكردستاني، والوضع الداخلي والخارجي غير مناسب لهذه الاستفتاء. وجاء 25 أيلول وتوجه المواطنون إلى مراكز التصويت في أقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، وحتى النخبة السياسية الرافضة للاستفتاء ظهرت على شاشات التلفاز وتصوت بنعم، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الأقليم عن نسبة التصويت لصالح الانفصال والتي بلغت 92%. عدد المصوتين بنعم وبنسبة 92.73%، عدد المصوتين بلا بلغت نسبة 7.27%، عدد الأصوات الباطلة والأصوات البيضاء 1.21%. تعمق الجدل وبات الحديث عن استخدام القوة العسكرية من قبل بغداد ضد حليف الأمس علنا، وحصل ذلك فعلا واضطربت الأوضاع بين المركز والأقليم، أما العالم فيراقب ما يجري على الأرض.
وفي 16 من أكتوبر الماضي تحركت القوات العراقية وأعادت السيطرة على مدن كركوك وخانقين وسهل نينوى ومخمور وربيعة في غضون أيام، وسط تبادل الاتهامات وتغيير في الخطابات بين الأحزاب الكردستانية. كركوك يحتاج إلى حل حسب خارطة الطريق المنشور في مادة 140. قبل نشر هذه الخارطة جنابك تحبذ أن تترك كركوك بدون أي تحريك كي لا يحدث أي تشنج داخل كركوك. هذه الأعداد غيرت وجه الواقع في أقليم كردستان وكانت قاسية بالنسبة له، لدرجة وصف المراقبون بأن عام 2017 هو الأسوأ بالنسبة للأقليم منذ عام 2003. وعلى الصعيد الاقتصادي اتخذت بغداد خطوات متسارعة ضد إربيل لم تكن في الحسبان، فهل كانت معدلها سلفاً أم رداً للاستفتاء؟ من تريد في 27 من سبتمبر الماضي، أي بعد يومين فقط على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، أصدر مجلس النواب العراقي جملة قرارات ضد الإقليم، منها تتعلق بالجانب الاقتصادي وأبرزها إعادة جميع حقول النفط الشمالية إلى وزارة النفط العراقية وتسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية. بالمقابل رفضت حكومة إقليم كردستان تلك القرارات وأكدت أنها لن ترضخ لها. باعتقادنا أن هذه القرارات غير صائبة، وخاصة بما فيما يتعلق بإشراف والرقابة سلطة الطيران المدني العراقي للمطارين الدوليين أربيل وسليمانية. وفي 29 من الشهر ذاته نفذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أحد تلك القرارات، وهو إيقاف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية. انعكس ذلك سلبا على أحد مصادر الدخل في الإقليم. تخمينيا يوميا بحدود 60 إلى 70 ألف دولار فقط إدارة المطار تخسر، عدا الشركات وعدى الشركات الموجودة داخل المطار وعدى شركات نقل المسافرين إلى خارج المطار والتجار وشحن الجوي وإلى آخره. وفي 17 من أكتوبر 2017 أعلنت السلطات العراقية سيطرتها الكاملة على حقول نفط باي حسن وآفانا ومنشآت نفطية وغازية أخرى في كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، ولم تقف عند هذا الحد بل فرضت أحكاما على بعض البنوك والمصارف على إيقاف تعاملاتها المالية مع إقليم كردستان. الحوالات المالية من وإلى إقليم كردستان تؤثر على النشاط الاقتصادي في إقليم كردستان، تؤثر على زيادة أسعار السلع والخدمات في إقليم كردستان، تؤثر على مجمل القطاعات الاقتصادية. ولم تكن تركيا وإيران بعيدتان عن هذه الإجراءات، وأعلنت كل منهما عن التزامهما التام بقرارات الحكومة العراقية. طهران من جانبها أغلقت جميع منافذها الجوية والبرية مع الإقليم، وتركيا أبقت على منفذ إبراهيم الخليل فقط، وحتى اللحظة لم تصل بغداد وأربيل إلى اتفاق مشترك بخصوص هذه المنافذ التي لها إيرادات لا تقل شأنا عن الإيرادات النفطية. وبعد أن اضطربت الأوضاع السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان، عاد برلمان الإقليم والتأم مرة أخرى بعد أن تعطلت أعماله لأكثر من سنتين، ولكن وسط تبادل الاتهامات بين القوى الرئيسية. لم يتم التوصل للحل لأنه أحد أطراف الأزمة استخدم السلاح لتعطيل عمل البرلمان، وليس عن طريق كتلته داخل البرلمان. رئيس البرلمان منحاز إلى كتلته، وهو لن يتصرف كرئيس البرلمان، رئيس لجميع الكتل ورئيس للبرلمان يعني المتمثل بالشعب الكردستاني، فهو يتصرف كرئيس الكتلة التغيير مع الأسف. يعني أعتقد بأننا أصبنا بنوع من خيبة الأمل وبتراجع من هيبة ودور البرلمان في ممارسة أداء دورها في العملية الديمقراطية، لأن تعطيل البرلمان كان أساساً تعطيل للديمقراطية وللتداول السلمي للسلطة في إقليم كردستان.
ما تزال الكتل السياسية في أقليم كردستان تتهم بعضها في عرقلة أعمال برلمان الأقليم لأكثر من سنتين، رغم التئامه مرة أخرى في 15 من سبتمبر أيلول الماضي باتفاق بين بعض الأحزاب وفي مقدمتها الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ومقاطعة أحزاب المعارضة. هذا الاجتماع جاء من أجل منح الشرعية لقرار الاستفتاء وتفويض مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الأقليم لإجراء عملية الاستفتاء للاستقلال عن العراق. وفي 2 ديسمبر الماضي مدد برلمان أقليم كردستان 8 أشهر إضافية لدورته قبل انتهائها في 2 نوفمبر. إذن تأجلت الانتخابات في الأقليم والشارع الكردستاني يتفاعل مع أحداث سريعة، أبرزها كانت قرار تنحي السيد مسعود بارزاني من رئاسة الأقليم في 29 أكتوبر وتوزيع صلاحياته بين رئاسة الوزراء والبرلمان. إصلاحات متعثرة انطلقت داخل المؤسسة التشريعية في أقليم كردستان دون أن تحدث أي تغييرات على المستوى الداخلي أو الخارجي، سيما بعد أن قدم رئيس البرلمان استقالته في 20 ديسمبر وتعلن حركة التغيير والجماعة الإسلامية تشكيل جبهة برلمانية معارضة للحكومة الحالية التي يترأسها نتشرفان بارزاني بكامل الصلاحيات التنفيذية وصلاحيات رئاسة الأقليم. منذ أكثر من 50 سنة اعتاد شعب أقليم كردستان على سماع أخبار عن الرئيس العراقي السابق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، لكن في 3 نوفمبر عام 2017 كان الخبر غير، وهو إعلان وفاته. عندما تلقينا خبر وفاته يعني أنا بصراحة شخصيا ذهلت أولا، وتذكرت سنوات العمل معه تحت قيادته. غياب مام جلال واضح على المستوى الشخصي، على المستوى الحزبي، على مستوى كردستان، وعلى مستوى العلاقات مع بغداد، لأنه هو كان يعني بخبرته وبكاريزمته وبعلاقاته الطويلة وخبرته من خلال النضال طبعا ومن خلال العمل السياسي، أنه كان يجد حلولا لكل المشكلات، أي مشكلة ومعضلة كانت تواجهه فكان قادر أن يجد حلا ويتواصل. طبعا كان يختاره من ضمن الحلول الواقعية، وبنفس الوقت يحقق التوازن، وكان يحترم الرأي المقابل حتى داخل الحزب القيادة، المكتب السياسي، اللجنة القيادية، كان ديمقراطيا معنا، يستمع إلى الآراء المختلفة ويلتزم بالأكثرية. صحيح أنه كان أحيانا عندما يعتقد بشيء يعني قناعة كاملة كان يحاول أن يشرح وجهة نظره، ولم يكن يلجأ إلى رأي الشخصي إلا إذا كان في حالات نادرة جدا يجد مصلحة الشعب أكبر من عنده. وحسب النظام الداخلي كان المفروض يعني خلال 2 شهر ينعقد مؤتمر، وخلال 2 شهر الأمين العام المساعد هو الذي يدير الحزب، لكن ما قدرنا لأن الظروف كانت استثنائية بعد ما حصل في كركوك والاستفتاء على استقلال كردستان وما عقب ذلك من الأوضاع الخطيرة في كركوك وما حدث في توس خرماتو. المهم المؤتمر هو الذي سيقرر. وقبل ذلك وفي صبيحة 19 مايو 2017 استيقظ سكان إقليم كردستان ليتلقى خبر وفاة راعي حركة التغيير نشروان مصطفى، ومن ثم يدفن على تلة تقع وسط مدينة السليمانية اتخذها مصطفى مقرا لحركته.
لسرتا و رامانگیان ابي سردمي پاوان كردني سياسات بو مكتبي سياسي و خزمو كسنزي كان كوتاي بيبي. إذن كالمعتاد نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا لتكملة ما تبقى من فقرات هذه الحلقة الخاصة عن أهم الأحداث في إقليم كردستان خلال عام 2017. اشتدت الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان خلال عام 2017، ووجهت حكومة الإقليم جملة من الإصلاحات، منها العمل بنظام التسجيل البيومتري لموظفي الإقليم للحد من عمليات ظاهرة التعدد الوظيفي. فماذا حصل؟ وفي مجال الطاقة المثير للجدل في إقليم كردستان، وقعت حكومة الإقليم عقداً مع شركة روسنفت الروسية في النصف الثاني من عام 2017 لتطوير بعض الحقول النفطية في كردستان العراق. من أجل تطوير بعض الحقول النفطية في إقليم كردستان، أبرمت حكومة الإقليم اتفاقاً مع شركة روسنفت الروسية العملاقة بغية استكشاف 5 حقول في إقليم كردستان وتقاسم الإنتاج بين الطرفين. بموجب تلك الاتفاقية التي تمتد لمدة 20 عام، سوف تشارك روسنفت الروسية في إدارة وتطوير منظومة أنابيب إقليمية كبيرة لنقل النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، من 700,000 برميل يومياً إلى 1,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2019. أعتقد بأن حكومة إقليم كردستان خلال السنتين الماضيتين اتخذت عديد من الإجراءات من أجل أن تكون عملية ملف النفط في إقليم كردستان شفافا، بما فيها التعاقد مع شركات دولية لمراقبة عملية تصدير وعملية واردات التي تصل إلى حكومة إقليم كردستان. وكأول رد فعل رسمي عراقي على تلك الاتفاقية، حذرت وزارة النفط العراقية الشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة داخل العراق من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، فيما أصرت إدارة شركة روسنفت على الالتزام ببنود اتفاقيتها مع إقليم كردستان في مجال الطاقة وعدم التراجع عنها. وفي مطلع عام 2017 سعت حكومة إقليم كردستان لإيجاد منفذ آخر إضافة إلى تركيا لتوريد صادراتها من النفط الخام عبر إيران من خلال مد أنبوب عبر الأراضي الإيرانية. أكيد في عند التنفيذ وبعد طبعاً التوقيع الاتفاقي بهذا الخصوص، عند التنفيذ الأمر كهذه أكيد تكون في صالح الطرفين، في صالح الإقليم كردستان وفي صالح الدولة الإيرانية. يذكر أن إقليم كردستان يصدر النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي وعبر الناقلات بمعزل عن بغداد منذ عام 2014 وحتى اللحظة. ومنذ مطلع عام 2017 ولغاية أغسطس من نفس العام، شهدت الحركة السياحية في إقليم كردستان تطوراً لافتاً للنظر،
وبلغ حجم الوفود السياحية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، حيث أحداث أدمت قلوب الشعب العراقي برمته. على اختلاف السنوات الماضية، شهدت السياحة الشتوية هذا العام انتعاشاً ملحوظاً، وخاصة أيام العطل الرسمية، وخلالها تضاعف عدد السياح لجبل كورك مثلاً وتجاوز 3000 شخص يومياً، هذا عدا المناطق الجبلية الأخرى. مواسم العطل شهدنا زخم كبير من أعداد السواح القادمين، خاصة من الوسط وجنوب العراق. مثلا في بداية السنة في أعياد نوروز شهدنا وصول أكثر من 44,000 سائح خلال 3 أيام أو 4 أيام تقريبا، وفي أيام عيد الأضحى الأخيرة وصل أعداد السواح إلى أكثر من 211,000 سائح، وقبلها في أيام عيد الفطر المبارك كان عدد السواح في أكثر من 120,000 سائح. ختام هذه الحلقة الخاصة عن أحداث عام 2017 في إقليم كردستان هو عودة آلاف النازحين الذين سكنوا إقليم كردستان بعد عام 2014 إلى ديارهم لتتلقى حالة السوق صعقة أخرى سيما العقارات. منذ عام 2014 نزح أكثر من 2 مليون شخص من محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل إلى أقليم كردستان بعد سيطرة عناصر داعش على مناطقهم. أغلب هؤلاء النازحين أقيموا خارج المخيمات وشكلوا زخماً كبيراً على حركة السوق في الأقليم وخاصة الإعقارات، حيث بلغ إيجار أبسط وحدة سكنية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك 300 دولار وصاعداً. وفي مطلع عام 2017 وبعد أن تحررت تلك المناطق بدأ العد العكسي لعودة هؤلاء النازحين، وانخفضت أسعار الإيجارات إلى ربع قيمتها الأصلية، وفقدت الأسواق المحلية توازنها في الأقليم بسبب النقص الحاصل في السيولة النقدية والتي كانت تتوفر لدى هؤلاء النازحين كون الغالبية العظمى منهم من شريحة الموظفين، حيث استمرت الحكومة في صرف مرتباتهم دون انقطاع. وأخيراً مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى أن يكون العام المقبل خيراً على الجميع، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي أنا أشواق حبيب وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.